السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نشرح طريقة تنزيل تثبيت برنامج حفيدك لتخطي الاي كلاود بالإصدار الثالث، خطوة بخطوة زي ما طلبتوا مني. فبدي أثبته وكيف نفعل الجهاز على أنه يشتغل على الكمبيوتر، كيف نعمل له أكتف. ياريت البداية لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. بعد ما نحمل الأداة راح أترك لك رابط التحميل بالوصف، راح تنزل عندك الملف بالشكل هذا. طبعا هذا تثبيت أول مرة على الجهاز، راح أثبتها عشان تكونوا بالصورة بطريقة التثبيت بالضبط. أول شيء نضغط دبل كليك عشان نفتح الأداة، نضغط كبستين. هنا بيعطينا أنه بدك تعمل رن على، لانه حمايه الويندوز 10 مباشره بنعمل له، بنضغط على الخط اللي هون، بنضغط على رن اني واي. اول شيء طبعا انت بتقدر تتجاوز هذا الامر برضه بانك مباشره، بدل ما يعني يعطيك الامور هاي والايرور، انك انت مباشره بس تضغط على داونلود. هون لما تيجي تفتح الاداه بس تضغط كليك يمين وتضغط run as administrator. هون انت هيك بتتجاوز الخطأ اللي وصل عندي بالاول، بس انا عملته متعمد عشان توصلك، لو وصلك هذا الخطأ تعرف شو تعمل. بعدين بنضغط التالي next، برضو next، خلي صح هون ونعمل next، نعمل uninstall. هيك بلشت الاداة تتثبت. ننتظر لغاية ما يخلص بيت. في هذا الوقت بتقدر تضغط لايك، يعني معك وقت. بعدين مباشرة خلص، نضغط فينش. هون هيك خلصنا تثبيت الأداة. هاي الأداة ظهرت عندي بالشكل هذا، بضغط عليها كليك يمين وضروري أفتحها run as administrator، ضروري هذا الخيار. نضغط عليها عشان تشتغل معك بطريقة صحيحة. مجرد ما شغلت الأداة راح تفتح معك الأداة، وراح يفتح معك الموقع تاع الجي اس ام تاع الاداة. هاي فتحت الاداة بالشكل هذا، هاي هي الواجهة تبعت الاداة. الاداة بتدعم الاجهزة من 12 لغاية 14 اي او اس، تمام؟ هاي الاجهزة اللي بتدعمها في الوقت الحالي، وفي لها تحديثها راح تنزل قريبا ل 15 و16، ويعني في لها تحديثات كثير، في اضافات كثير للناس اللي استخدموا الاداة قبل هيك. هنا اول خيار اللي هي بالباي باس، هنا باي باس جي سي ام. هذا الخيار بيفتح لك اجهزة الجي سي ام مع الشبكة، يعني هذا الخيار اذا بتعمل عليه تخطي، اذا بتضغط هذا الخيار وانت شابك جهازك عليه على التخطي، هذا الجهاز الخيار بيعطيك خيار الجي سي ام، بيفتح لك الجهاز مع شبكة. كيف بدك تعرف انه جهازك بدعم الشبكة الجي سي ام او الميد؟ مجرد ما شبكت الجهاز هنا الخيار راح يطلع لك عند التايب، هنا بيطلع لك جهازك ميد او جي اس ام، يعني بيطلع لك بتعرف جهازك سواء ميد او جي اس ام. انا ما عندي جهاز 12 و14 عشان يبين على الاداة، ما عندي جهاز هاي ميد. هاي اعطى هنا ميد، يعني اعطاني هنا الاصدار تبعه، اعطاني انه ميد، تمام. هلا هنا مباشرة نشتغل، نروح على الخيار الثاني اللي هو باي باس جي اس ام ميد نو سيجنال. هذا الخيار، هذا الخيار بفتح لك الجهاز بدون شبكة لأجهزة الميد. هذا الخيار بيفتح لك الجهاز بدون شبكة لأجهزة الميد، يعمل باي باس بشكل تلقائي. طبعا بتعطيه الخيار مباشرة، بدخل بوضع الريكفري، بتحوله على الديفي مود وهو ببلش لغاية ما يخلص. هنا باي باس ام دي ام، هذا الخيار لأجهزة الام دي ام، لأجهزة الام دي ام اللي هو الخيار اللي بيكون انه الجهاز مرتبط في برنامج او شركة معينة، وانت بدك تتخطى هاي في المرحلة الفتح تاعت الجهاز. ومجرد ما ضغطت على هذا الخيار بدون جيل بريك،
يعني مباشرة بفوت على الجهاز مباشرة. هنا هذا الخيار لريموف بيس باند عشان الأجهزة اللي بعد ما تفتحها بالخيار هذا اللي بتعطيك اللي بيعمل أبديت أو بيرجع بطلب منك تحديث أو كذا، عشان هنا تمسح الخيارات بعدها تعطيه الأمر عشان يوقف هذا الخيار. هاي لإصلاح البيس باند، هنا لإرجاع البيس باند للوضع طبيعي. هذا الخيار كمان ممتاز، هذا الخيار بيعمل إصلاح للبطارية، البطارية لما يكون فيها حالة استنزاف، يعني الجهاز بيخلص شحن بشكل سريع، هون لما تعطيه هذا الخيار بيصلح لك أوامر الجهاز، فبصير الجهاز سحبه للبطارية أخف وبصير تطول معك البطارية بشكل أكبر. هنا هذا الخيار بيعطيك يعني لما تضغط عليه إذا كان عندك مشكلة بالأبل ستور مش راضي يفتح معك أو يأخذ معك الآي كلاود، هذا الخيار بيمسح الجيل بريك، مجرد ما ضغطته بيمسح الجيل بريك وبيعطي وبيصلح لك الخطأ، وبتقدر تشبك الأب ستور وتفتح وتنزل التطبيقات بشكل طبيعي. هاي كانت الواجهة الأولى. هنا عندنا الواجهة الثانية USB Watcher، اضغط عليها. وعم ضل يطلع لي الخطأ لاني شابك الجهاز والجهاز مقفل، بده يعني اعمل اكسبت وانا ما كنت اكبس، شلت الجهاز. ندخل على USB باتشر، هون عندنا هاي الخيارات الموجودة. هذا الخيار بيساعدك بالاجهزة اللي مسكرة اي كلاود، اسف مسكرة قفل عليها قفل على الهاتف وحساب اي كلاود والشبكة شغالة فيه. هذا الخيار شو بيعطيك؟ طبعا بدعم هاي الأجهزة اللي من 12 ل 14. هذا الخيار بيسحب الداتا تبعت الشبكة وتبعت الجهاز، وبعد ما تاخذ الباك اب من هذا الخيار، طبعا راح نشتغله بشكل عملي على جهاز لما راح نعمل عليه فيديو طريقة سحب الباك اب من هذا الخيار، بعدها راح تعطيه الباك اب في هذا الخيار، فراح يفتح معك الجهاز بشبكة. هاي للأجهزة فقط اللي عليها قفل، اللي غير اللي مش معمول له فورمات، يعني الأجهزة اللي شغالة ومش معمول له فورمات. هذا الخيار يعني هاي هي الخطوة اللي بدك تشتغلها هون، هاي الخطوة ضرورية نساوي عليها فيديو، لأنه في ناس بيكون بس مسكر قفل ومش عارف الرقم السري وبيضطر يعمل تخطي اي كلاود وبيضل عنده بدون شبكة وبيخسر، يعني الموضوع بيصير عنده انه بدون شبكة، فهيك بنحل له موضوع الشبكة. هنا بتقدر تعمل ضبط مصنع للتليفون. هنا بوقف لك خيار الابديت لما تضغط هذا الخيار. هنا بتعمل ريستارت للتليفون تطفيه وتشغله. في عندك كمان هنا الخيار ايش هذا شو ريس اول كونسيتي، هنا بيعمل لك ضبط مصنع، ضبط اعدادات للجهاز، يمسح اعدادات الجهاز. هذا الخيار بعد ما تفتح الجهاز بيطلع لك اللي هي الخيارات الاولى اللي هي اللغه العربيه او كذا والتالي والتالي، فعشان تتجاوز كل هاي المرحله بتضغط على هذا الخيار مباشره بتجاوزها وبفتح التليفون مباشره. طبعا الخيار الاخير هون الثالث، هذا الخيار مهم جدا هون عشان تكتب الجهاز البي سي. طبعا قبل ما نحكي عن الاكتف تاع البي سي، هنا تقدر تغير اسم الشبكه، تكتب بدل حفيدك تكتب اسمك، اسم اي اسم بدك اياه بتصير تطلع لك في الشبكه في اعلى تليفون، تضغط على الخيار. هنا بتقدر تشيل الكلمه وتخلي الاسم العادي للشبكه. هنا اذا عبيت الخيار هنا بتضغط بيحفظ لك الاسم اللي انت كتبته هون. هنا بقول لك باي باس اوبن منيو، هنا للأجهزة المفتوحة وعليها اي كلاود، هنا بيحفظ معلومات الشبكة، يكون الجهاز فاتح وفاتح القفل تبعه بس عليه اي كلاود وانت بدك تشيله، بيحفظ لك معلومات الشبكة وبيعطيها للجهاز وبيشيل لك الاي كلاود عن الجهاز الفاتح اللي بيكون فاتح كامل بشكل كامل، يعني انت فاتح التليفون معك شغال بس عليه اي كلاود وانت بدك تشيله عشان تحط اي كلاود جديد. فبتستخدم هذا الخيار، كله راح نطبقه بشكل عملي.
هسا عشان تأكتف الجهاز تبعك هذا الجهاز يصير تقدر تستخدم هاي الخيارات لازم هون تعمل أكتف بي سي فري. طبعا الأداة مجانية 100%. كيف بدك تأكتفه؟ بس بتضغط على الخيار يعطيك Welcome to Channel، هون بيفتح معك قناة حفيدة. مجرد ما فتحت معك بس بتعمل اشتراك. مدام عملت اشتراك هون الأداة راح تكتب معك، يعني هون راح تصير الأداة أكتب معك تقدر تشتغل على الخيارات. هون Serial Registration، شو هاد؟ هذا السيريال لما أنت تشبك جهاز على الأداة عشان تقدر تشتغل هذا الجهاز حتى لو أنه بشكل مجاني لازم تعمل للسيريال ريجستريشن، تاخذ الريجستريشن من هون كوبي الرقم اللي بيكون هون موجود على الشاشه، طبعا راح نطبقه بشكل عملي، تاخذه كوبي وبعدها بتروح على السيريال ريجستريشن بيفتح لك صفحه. هاي الصفحه بس بتفوت هون تختار نوع جهازك وبتفوت هون تعطيه لصق للسيريال وبتنتظر لغايه ما يخلص الوقت، بس بتعطيه على اوكي مباشرة بدخلك بيعطيك انه تم، بتسكر المتصفح. مجرد ما سكرت المتصفح بتشتغل بتكمل شغلك على الجهاز بأي خطوة من هدول وبيشتغل معك بشكل طبيعي. هون الناس اللي بتحب تعمل جيل بريك للجهاز بعد ما تخلص او بدها تعمل جيل بريك مباشرة، هون تكبس على الخيار هون بيفتح لك أداة شيكرا 1، بس تضغط عليها بتنتظر شوي بتفتح الأداة، وهنا بتقدر تعمل جيل بريك للجهاز اللي انت شافه بكل بساطة، بس بتختار الخيارات تقدر هون تعمل فيكس للدرايف ويعني بتعمل الجيل بريك. هذا الشرح كان سريع للأداة، حبيت اشرح لكم اياها بشكل سريع زي ما طلبتوا مني عشان في ناس بتنزلها وما بتشتغل معها. راح نعمل عليها فيديو على أجهزة بين 12 و 14 لغاية ما ينزلها تحديث ونعمل على 15 و 16، إن شاء الله ينزل 17 كمان. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، براكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.